اليوم يا شباب بدنا نحكي عن كلاسيفاير مبني على البروبابيليتي اللي هو اسمه نايف بيزيان. بدنا نشوف ليش الخوارزمية هذه اسمها هذا الاسم، وبدنا نشوف كيف انه هي مبنية على الإحصاء. طبعا عشان انا اذكرك في الموضوع، انتوا اخذته في ماشين ليرنينج انه انت في عندك سوبرفايزد وان سوبرفايزد، صح؟ في السوبرفايزد انت في عندك كلاسيفيكيشن وريجريشن. في الكلاسيفيكيشن بيكون التارجت انت عندك عبارة عن كاتيجوري، بتعمل بريدكت لكاتيجوري. في الريجريشن بتعمل بريدكت لنمبر، لنيوميريك فاليو. فبالتالي الريجريشن التارجت بيكون عندك نيوميريك، تمام؟ طبعا احنا بدنا نتفق انه انا عندي الداتا سيت شكلها بهذا الشكل، اللي هي عبارة عن تيبل مكون من X1 X2 X3 إلى آخره، تمام؟ وبيكون في عندي عمود الواي اللي هو التارجت تبعي، تمام؟ فبالتالي إنه هاي الداتا سيت تبعتي، فبالتالي إنه هاي رو 0 رو 1 رو 2 وهكذا، فهي الداتا سيت. فالآن الماشين ليرنينج انا بدي احاول انه انا ابني فانكشن انه اعمل من خلالها بريدكت للواي. فلو بدي اعمل فورميليت لهذا الكلام رياضيا، ببساطة بقول انه الواي بتساوي اف اكس. طبعا لاحظ انه الاكس هنا كابيتال. عليكم السلام. الاكس كابيتال معنى ذلك انه هي بتشمل، انا عندي خليني اعمل لك هدول انه كسمول لتر عشان تكون النوتيشن دائما انه احنا نلقى هذه اكس واحد، هنا اكس اثنين، اكس ثلاثة. ايش هو المشكلة؟ ايش اللي ما اجاش؟ انا سمعت ما اجاش. اوكي. فبالتالي الاكس كابيتال هذه هي عباره عن مجموعه الفيتشرز هدول كلهم، تمام؟ بدهم يكونوا انه هذه هي الاكس تبعتي، تمام؟ والواي هي التارجت تبعتي اللي انا بدي اعملها بريدكت. فبالتالي هذا بتكون 1 دايمنشن، تمام؟ وهذه بتكون ان دايمنشن. فبالتالي الماشين ليرنينج هنا انت في عندك خوارزميات مختلفه، انتوا درستوا خوارزميات مختلفه، فالفكرة في الموضوع انه الاف اكس هذه هي بتمثل خوارزمية بغض النظر عن شو الخوارزمية هذه. فبدنا نعمل ماثماتيكالي انه بدنا نعمل فورميليت لهذا الكلام بهذه الصيغة. طيب الخوارزمية تبعتنا اللي مستندة على البروبابيليتي اسمها بايس ثيوريم. زي ما حكينا بايس هو اسم العالم، عالم انجليزي في الرياضيات، عاش في الفترة 1700، تمام؟ أخذنا النظرية تبعته من ذلك الوقت واستخدمناها في الماشين ليرنينج، إنه إحنا ممكن نقول إنه والله بناء على البروبابيليتي نقدر نعمل بريدكت للكلاس ليبل. إيش النظرية تبعته؟ النظرية تبعته بتحكي إنه أنا عندي البوستيريور بروبابيليتي، البروبابيليتي واي جيفن إكس. شو معناته إنه بروبابيليتي واي جيفن إكس؟ كونديشنال بروبابيليتي، شو معنى هذا الكلام؟ يعني شو الفرق بين ان انا اقول probability للواي وprobability للواي given x؟ صحيح. ما هو مشروط ايش يعني انه هو مشروط؟ انه يعني انه في انا عندي متغير بيعتمد على متغير تاني. يعني على سبيل المثال لما بقول انه probability تبعت الواي، شو احتمال انه الدنيا تشتي وبس؟ لما بقول شو احتمال الدنيا تشتي وبس، معنى ذلك انه هذه probability تبعت الواي. طب شو احتمال انه الدنيا تشتي اذا علمت ان السماء غائمة، مش هيك؟ فإذا علمت أن السماء غائمة، هذه عبارة عن conditional probability، تمام؟ لأنه فعلا أنه حالة السماء بتأثر إذا الدنيا هتشتي ولا لا.
فبالتالي شو احتمال انه هي تشتي والسماء صافية؟ زيرو. تمام؟ وانتم اكيد عارفين انه البروبابيليتي انه القيمة تبعتها بين الصفر والواحد. القيمة تبعتها بين الصفر والواحد، وبناء على عدد الكلاسز تبعتك. نفترض انه انا في عندي 3 كلاسز. لو كان احتمال الكلاس، خلينا نبدأ ب2 كلاسز. لو احتمال الكلاس الاول 60%، الكلاس الثاني ايش بيكون؟ 40.6.4. لو كان 3 كلاسز مجموعهم لازم يكون انه واحد بهذا الشكل. طيب يبقى فهمنا شو معنات انه probability للواي given x. تمام؟ يعني لو رجعنا هنا انه انا بدي اقول شو احتمال الواي استنادا على الفيتشرز هدول كلهم، الاعمده تبعت الداتا سيت تبعتي كلهم. تمام؟ بتساوي probability تبعت الواي لحال، تمام، ضرب البروبابيليتي تبعت الاكس جيفن واي. اكس جيفن واي، هنا انا بدي اجيب العكس. تمام؟ هذه اسمها كلاس كونديشنال بروبابيليتي، اما هاي اسمها بوستيريور بروبابيليتي. تمام؟ هذه مهمه جدا لانه احنا بدنا نبني الموديل على اساسها، لانه انا بدي اشوف الحالات اللي بيكون الكلاس كيف هاي؟ لا لا على الاطلاق. تمام؟ وهنا البروبابيليتي تبعت الاكس لحال، لانه هنا انا يعني هنا بالمثال احنا حيوضح لنا الامر يعني. تمام؟ طبعا يبقى هنا عرفنا شو معنات بيزيل على اسم العالم. طب نايف شو يعني؟ نايف ساذج. وين السذاجة في الموضوع؟ كيف؟ صحيح، لأنه هي بتعمل assumption ساذج. إيش الأسامبشن هذا؟ الأسامبشن بيقول إنه أنا بدي أفترض إنه الإكس هدول الفيتشرز هدول ما بيعتمدوا على بعض، independent. صحيح، كله هدول الفيتشرز من إكس واحد ل إكس إن بالإضافة للواي هدول كلهم independent. طبعا هذا الكلام عمليا الأسامبشن هذا خاطئ، مش صحيح. صحيح، لانه في لو احنا رجعنا لمثال الطقس اكيد في علاقه بين الرياح والامطار وحاله السماء، اكيد ان هم مرتبطين مع بعض، لكن الاسامبشن هذا عمله عشان يسهل الحسابات، لانه لو اعتبرهم انه هم اندبندنت فبالتالي انه بدل ما انه هو يجيب الجوينت بروبابيليتي انه يكون في عندي سلسله من الاحتمالات، فبروح بجيب حاصل الضرب تبعهم. ما دام هم اندبندنت بجيب حاصل الضرب تبعهم اندبندنت. اذا اندبندنت بجيب حاصل الضرب تبعهم، اذا ديبندنت بده يعمل سلسله من البروبابيليتي انه يجيب احتمال اكس واحد لحال، احتمال اكس واحد واكس اثنين، احتمال اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثه مع بعض، ويجيب كل الكومباينيشن هذه كلها ويعمل التشين هذه كلها، فبالتالي انه في تعقيد اكثر في الحسابات. بينما لو عملهم اندبندنت معنى ذلك انه راح يسهل علي الحسابات بشكل كتير كبير. فهي عرفته انه شو ليش نايف، لانه في assumption والassumption هذا works surprisingly، يعني انه فعلا انه الخوارزمية هذه مع assumption. وهم ايش العلماء بيسووا؟ العلماء بيسووا بيقولوا خلينا نعمل فرضية، بدي افترض انهم مش independent مع انه هم independent، وبدي استخدم هذه ال الثيوريم في الكلاسيفيكيشن، واداؤه كتير كويس. يعني لو احنا قسنا الاكيرسي تبعته انه اداؤه كتير ممتاز، فبالتالي انه واي نوت. تمام؟ طيب الان بدي اشوف يعني بعض قوانين البروبابيليتي. البروبابيليتي واي جيفن اكس هذه كيف بحسبها؟ بجيب الاكس والواي مع بعض، البروبابيليتي تبعتهم على البروبابيليتي تبعت الاكس.
يعني هنا probability انه تكون الدنيا بتشتي اذا كانت السماء غائمة، تمام، بجوب انه كم مرة كانت انه الدنيا بتشتي والسماء غائمة على البروبابيليتي انه السماء غائمة، لانه احتمال ان تكون انه السماء غائمة لكن بدون مطر، صح؟ فبالتالي انه هنا انت بتقيس البروبابيليتي انه غائمة وبتشتي على غائمة، بتعد عدد المرات، تمام، بتعمل كاونت. probability x given y ايش بتساوي؟ نفس الكلام، probability x y على البروبابيليتي تبعت الواي. دائما احنا عندي هذا الطرف اللي موجود هنا هو اللي بيكون انا عندي موجود في المقام، تمام. استنادا على هذا الكلام البايس ثيوري، نقدر انه احنا نصيغها بهذا الشكل، انه probability انه y given x ايش بتساوي؟ انه احنا بس مجرد انه احنا بدنا نعوض على هذا التيرم اللي هو probability x y، اللي هي عبارة عن ما دام انه هذه probability x و y هي نفسها probability تبعت ال y given x، هي انا عندي في المقام هنا probability x و y، تمام، وهنا probability x given y هي عبارة عن probability تبعت ال x و y على probability تبعت ال y، تمام. فمعنى ذلك انه انا ايش بدي اسوي؟ بدي اروح اسوي انه انا بس مجرد انه انا عوضت هنا في هذا الترم، تمام، رحت عوضت هنا فوق، تمام، رحت ايش جبت؟ رحت انه انا عملت هنا حاصل الضرب تبعهم، فبالتالي انه البروبابيليتي تبعت الواي جيفن اكس بتساوي البروبابيليتي اكس جيفن واي في البروبابيليتي تبعت الواي على البروبابيليتي تبعت الاكس. استخدمت هدول التو تيرمز عشان انه اعمل البايس ثيوري بهذا الشكل. طيب بدنا نطبق هذا الكلام على مثال. صحيح، ما هو فاريبل، انا بعتبره انه فاريبل، فانا بدي احسب البروبابيليتي لكل كاتيجوري في الفاريبل هذا، لكل فاليو في الفاريبل هذا. نعم. ما انا حاعطي لك انه انت لما يكون عندك الاتريبيوتس كاتيجوريكال كيف تحسب البروبابيليتي تبعتها، ولما تكون كونتينوس او نيوميريك كيف نحسب البروبابيليتي تبعتها. هجيت احنا بدنا نشتغل على اساس كاتيجوريكال، بدنا نشوف كيف بدنا نحسب البروبابيليتي، ناخذ مثال ثاني لما تكون كونتينوس، تمام. هجيت انا في عندي الداتا سيت هذه معروفه اللي هي الجولف داتا سيت، بناء على الاتريبيوتس هذه انه انا في عندي الكلاس ليبل اللي هو بلاي، انه انا بدي العب جولف بناء على حاله الطقس اللي هي التمبريتشر والهيوميديتي والاوتلوك والويند، تمام. لاحظ انه هنا حاطط لك اياهم اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 وهذه واي، خلاص يبقى هذه الفورمولا بدها تكون راسخه عندك، تمام. طيب طبعا هذا الكلام انه انا بدي استخدمه عشان اعمل بريدكت للكلاس، يعني على سبيل المثال لو كان الجو ماطر العب ولا ما العبش؟ على طول نو، يبقى انت مش خبير في الجولف، لانه انت بدك تطلع على اتريبيوت تاني. مطر وريح بصير صعب اللعب، اما مطر بس ممكن، تمام، لانه انت اذا بدك تلعب جولف بدك تعمل حسابات انه انت لما تيجي تضرب الكوره بدك انه انت توصلها للتارجت تبعتك، فالحسابات تبعتك تعتمد على انه المطر، بدك تحدد قديش الزاويه اللي انت بدك تضرب فيها، لانه في انت عندك بتكون المطر انه هو بيخلي الكوره انه هي تنخفض في الارتفاع تبعها، بالاضافه لسرعه الريح بتحدد الاتجاه تبعها. اذا اجتمعوا العاملين هدول بصير انه صعب انه انت تلعب، والرطوبه لها دخل كتير كتير كبير في الموضوع، تمام.
كيف؟ الحرارة العالية نعم هيك مثلا في أول وحدة ما فيش رمضان مثلا يحتاج كل نوم النتيجة لأنه الحرارة العالية صدي ما فيش بالضبط. طيب هجيت عشان انا احسب البروبابيليتي ايش بحتاج، بحتاج الفريكوانسي تيبل. تمام، الفريكوانسي تيبل خليني اقسم لك اياها هذه هيك بهذا الشكل. طيب هاي الفريكوانسي تيبل كلهم تمام، خلينا نشوف واحدة واحدة. هجيت انا في عندي في الاوتلوك كم قيمة، هذا عبارة عن variable بياخد 3 قيم sunny overcast rainy، هذا categorical attribute. تمام، بروح بحسب في الفريكوانسي تيبل بالنسبة للكلاس ليبل اللي هو بلاي جولف. البلاي جولف انا في عندي two value yes و no، فبحسب لما كان صني أكم مرة يس، ولما كان صني أكم مرة نو. فبالتالي هنا 3 و2، هنا الأوفركاست 4 و0، الريني 2 و3 اليس والنو. فبالتالي من الفريكوانسي تيبل لهذا الاتريبيوت ايش بحسب؟ بحسب اللايكلي هود تيبل احتمالية. ايش الاحتمالية؟ هنا انا عندي 3 على 9، هنا 3 تمام، قسمت على 3 على 9 مجموعه بالضبط. تمام، مجموع اليس أنا عندي 3 و4 7 و2 9، فبالتالي هذا كل اليس بده ينقسم على 9، والنو 2 و3 5، فبالتالي هنا بدك تقسم على 5، 2 على 5 و3 على 5. بالمثل للهيوميديتي في عندي تو فاليوز، الهاي والنورمال، كم مره كان يس 3 والنو 4 6 و1، بدك تقسم على المجموع تبعهم 3 و6 9، وهنا 4 و1 5، فبالتالي في العمود هذا انت بتقسم على 9 والعمود هذا بتقسم على 5. بنكمل لبقيه الاتريبيوتس، التمبريتشر فيها 3 فاليو هوت مايلد وكول تمام، والويندي فيها two values the true والفولس. من حسبنا البروبابيليتي انا عندي بهذا الشكل على اساس الفريكوانسي تيبلز. تمام، طيب هلقيت باجي بحسب البوستيريور بروبابيليتي ل الكلاس تبعي. من اللايكلي هود تيبل بقدر انه انا اجيبها، من اللايكلي هود تيبل بقدر ان انا اجيبها. واضحة عندكم الشاشة؟ يعني هنا هذا ايش بتمثل؟ وين الماوس؟ هاي الماوس، هذه probability x given c، c اللي هو الكلاس تمام، اللي هي احنا ترجمناها ل probability انه sunny given yes. يبقى انا عندي probability x اخذت value given y اخذت value معينة، فبالتالي احنا مثلناها كفاريبلز، لكن هنا فعليا انت بدك تعملها لكل value في كل category في الاكس والواي بهذا الشكل. فهذه عبارة عن probability sunny given yes. صحيح بالضبط، مش احنا حكينا انه الفريكوانسي تيبل رحنا جبنا انه كل الاحتمالات كم مرة كان yes. يعني هنا لاحظ الاوفركاست كله يس، ما فيش نو، زيرو. يبقى هذه probability انه الاكس بتساوي او الاوتلوك بتساوي overcast given play بتساوي يس بهذا الشكل. تمام، يبقى هذه probability sunny given يس. ممكن
بتساوي 3 على 9 اللي هي 33 بوينت 33. تمام، يبقى هاي عبارة عن probability of sunny given yes. هاي ايش بتمثل؟ البروبابيليتي تبعت الاكس اللي هي sunny. تمام، وهنا راح يكون في عندي probability. شو البروبابيليتي تبعت الاوفركاست من كل الايام اللي احنا سجلناها؟ انا عندي في الداتابيز كم يوم كان في عندي اوفركاست، كم يوم كان عندي ريني. هذه معناته انه probability تبعت الرين، شو احتمالية المطر؟ انت بتروح بتعد من كل السجلات انت عندك كم يوم كان مطر، كان 14 يوم من مثلا 3 شهور، فبالتالي انه البروبابيليتي بتكون بهذا الشكل. فهذه هي معناته البروبابيليتي تبعت الاكس اللي هي البروبابيليتي تبعت الصني اللي هي 5 على 14. 5 على 14 من وين ال 14؟ هي عدد السجلات كلهم 14 سجل، شايف؟ هي هنا اوكي. وهنا الخمسة من وين اجت؟ ثلاثة واثنين. كم مرة كان انه انا عندي صني اللي هي عد عدد السجلات اللي هي فيها صني اللي هي عبارة عن اليس والنو، ثلاثة واثنين. او انه انت بتطلع عندك هنا في السجلات، تطلع هنا كم مرة عندك صني؟ هاي واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة على 14 عدد السجلات كلها. تمام؟ طيب هاي ايش بتمثل؟ هاي لاحظ العمود هذا اللي هو البروبابيليتي تبعت اليس. تمام؟ كم مرة كان يس انا عندي بغض النظر شو كانت انا عندي القيمة تبعت الاوتلوك؟ كان انا عندي 9 من 14، يبقى انا عندي لعبت 9 مرات او 9 ايام من 14 يوم. تمام؟ فبالتالي البروبابيليتي تبعت الكلاس اللي هي نفسها البروبابيليتي تبعت اليس بتساوي 9 على 14. يبقى جبنا كل المطلوب. ايش المطلوب؟ البروبابيليتي تبعت الواي. تمام، هاي عباره عن البروبابيليتي تبعت الواي، وهذه البروبابيليتي تبعت الاكس جيفن واي. تمام، خليني بس عشان الهايست بروبابيليتي بالضبط. يبقى هذه البروبابيليتي تبعت الواي، تمام، وهذه البروبابيليتي تبعت الاكس. يبقى ما دام صار عندك البروبابيليتي تبعت الاكس جيفن واي صارت حاضره كقيمه، البروبابيليتي تبعت الاكس صارت حاضره كقيمه، البروبابيليتي تبعت الواي صارت موجوده، خلاص بعوض في قانون البوستيريور بروبابيليتي. ايش قانون البوستيريور probability؟ هو عبارة عن، هاي نرجع له هنا، هي عبارة عن probability x given y حسبناها ضرب probability تبعت ال y حسبناها على ال probability تبعت ال x. تمام، x given y، هاي x given y حسبناها already. تمام، فبتصير انه 0.33 ضرب 0.64 تقسيم 36 0.36، بيطلع انا عندي 0.6. هذا الكلام بس حسبناه لفاريبل واحد اللي هو الاوتلوك. بدي اكرر هذا الكلام لكل الفاريبلز، لكل الاتريبيوتس اكس 1 واكس 2 واكس 3. تمام، طبعا هنا احنا مره حسبنا اليس، هنا ايش بدنا نحسب؟ النو. وهنا برضه بدنا نحسب انه البروبابيليتيز للصني والنو، وهذه البروبابيليتي تبعت الاكس بتضلها زي ما هي. تمام، شو البروبابيليتي تبعت الصني؟ خلاص بغض النظر يس ولا نو، بتطلع على عدد الايام اللي كانت الدنيا فيها مشمسه، 5 ايام من 14 يوم 0.36 هي نفسها القيمه في السلايد السابقه. يبقى هنا كررت الكلام هذا، يعني قبل، عفوا قبل ما نكرر لكل اتريبيوت بدنا نحسب. يبقى حسبنا مره البروبابيليتي تبعت اليس ومره البروبابيليتي تبعت النو. لاحظ انه هنا طلعت البروبابيليتي تبعت اليس قديش؟ 0.6، البروبابيليتي تبعت النو 0.4. فبالتالي بقدر انه انا اقرر او احسب انه واحد ناقص لو كان في عندي تو كلاسز، بس لو كان في عندي اكثر من كلاس بدي اضطر انه انا احسب لكل كاتيجوريكال فاليو.
فالكلاسيفاير كيف بقرر انه هو الكلاس يس ولا نو؟ مين اللي له على probability بيحدد اليس ولا النو؟ اليس، فبالتالي انا عندي البريدكشن حيكون يس بهذا الشكل. تمام، ممكن انه انت يعني تعمل ثريشولد، يعني الثريشولد هذه انه على سبيل المثال اذا كانت والله البريدكشن البروبابيليتي تبعتها اقل من 60%، لنفترض انه البروبابيليتي طلعت 55 و45، ممكن انه انت تستند انه اللي لها اعلى probability، فبالتالي انه خلاص البريدكشن انه واي. وممكن انه انت تخلي الكلاسيفاير يرجع لك انه انا مش عارف، لانه البروبابيليتي ضعيفه. وهي نفس الحاله لو طلعت انت عندك البروبابيليتي انه 50-50، 50 و50، ممكن انه انت تخلي تكتب في الكود انه انت عندك كونديشن اذا كانت البروبابيليتي 0.5، معنى ذلك انه انت رجع مش عارف، as you like، العب بدك تلعب العب، بدكش تلعب ما تلعبش. تمام، فالميزة تبعت البيزيان انه هو فعلا بيقدر يرجع لك probability، بتقدر تسرد عليها انه في انه انت تاخد بالبريدكشن او لا. صحيح، تمام. هكذا احنا هاي هنا انت عندك التمبريتشر، تمام، تمبريتشر في انا عندي كم فاليو، هاي وميديا ميديوم ولو، هنا حسب مره للنو ومره للياس. وعندك هنا كرر هذا الكلام للهيوميديتي، تمام، والاوتلوك اوريدي حسبناها، والويند هاي حسبها، تمام. يبقى جاب كل الحالات انت عندك، فبالتالي انه بجرد بصير مجرد انه انت عندك تعويض في القانون. نيجي هنا لتست ريكورد، بيجي بقول لك انه انا والله في يوم من الايام كانت درجة الحرارة عالية والرطوبة منخفضة والجو مشمس وما فيش رياح، فالكلاس ايش، العب ولا ما العبش؟ فبدي احسب هذا الكلام كله ل اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4، مره باليس ومره بالنو. بالضبط، تمام. يبقى هنا بدي احسب انه probability y بتساوي yes given x، لاحظ انه الاكس هذه عباره عن اكس كبيره، فايش بتشمل؟ هي عباره عن حاصل ضرب، شايف هذا التيرم؟ هذا الترم هو عبارة عن حاصل ضرب. الـ probability x i given y على الـ probability تبعت الـ x i، تمام؟ لأنه الـ probability تبعت الـ y واحدة. أوكي؟ هذا هو معنى إنه أنت تعمل الـ probability إنه هي تكون حاصل ضرب، لأنه إحنا فرضنا إنه هما independent. لو كانوا dependent ما يعني يعني مش راح أقدر إنه أنا أخلص الحسابات بمعادلة بسيطة زي هيك، بلزم إنه أنا أجيب كل الاحتمالات، كل الكومباينيشن تبعت الجوينت probability وأحسبها، تمام. هنا بسط الحسابات بشكل كتير كبير والألغوريثم شغال زي الحلاوة إن صح التعبير، تمام. فبالتالي هنا ايش حسبنا؟ حسبنا انه ارجع لي على الجدول هنا التمبريتشر ايش؟ هاي، فبالتالي هنا بحسب يعني التمبريتشر بتساوي هاي جيفن يس ضرب اندبندنت، اعتبرهم اندبندنت هيوميديتي. هل درجة الحرارة لها علاقة بالرطوبة؟ لها علاقة بالرطوبة، تمام. هنا الهيوميديتي بتساوي، لكن هو انه افترض انه هم اندبندنت وعمل حاصل ضرب، ضرب البروبابيليتي تبعت الهيوميديتي بتساوي لو. ليش لو؟ لانه هي الفاليو تبعت الاكس 2 اللي هي الهيوميديتي لو، جيفن واي بتساوي يس yes. ضرب لسه كمان ايش الاتريبيوت اللي بعده؟ هي الاوتلوك ساني، واللي بعده الويند فولس، هي الاوتلوك بتساوي ساني جيفن واي بتساوي يس yes. ضرب الويند بتساوي فولس،
given y بتساوي yes. اوكي كيف حسب ايش؟ إيه هيو البروبابيليتي تبعت الاكس ضلوا زي ما هو تمام؟ ليش؟ لانه هيو حسب هذا الكلام كله لما كانت الواي بتساوي يس، وهنا حسب لما كان انه الواي بتساوي نو، صح؟ عاد الحسابات هنا لما كانت الواي بتساوي نو. كيف؟ ما دام انت عندك التو تيرمز انه انت هنا بتقسم على البروبابيليتي تبعت الاكس وهنا بتقسم على البروبابيليتي تبعت الاكس، تقدر تطيرهم ولا لا؟ من الاثنين بتقدر تطيرهم، لكن هل انت بتقدر تحسب البروبابيليتي تبعت الاكس؟ نقدر نحسب. هنا شو البروبابيليتي تبعت انه التمبريتشر تكون هاي؟ كم سجل؟ كيف؟ صحيح، اللي هي احتمال انه التمبريتشر تكون هاي تمام ضرب احتمال الهيوميديتي تكون لو، كم سجل انت عندك كانت التمبريتشر كانت هاي وكم سجل كانت انت الهيوميديتي كانت لو، ضرب 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 تمام. فهنا عمل ديسكارد لهذا الكلام، فبالتالي انت عندك القيمه بتطلع بهذا الشكل تمام. يبقى likelihood للprobability بتساوي yes، طلع انت عندك 26. likelihood للplay بتساوي نص بتساوي no، طلعت انت عندك 74. فبالتالي شو الفاينل كلاس؟ شو الديسيجن؟ شو انا عندي هنا الكلاس راح يكون no. ليش؟ لانه probability تبعت no اعلى من probability تبعت yes تمام. طيب احنا في عندنا مشاكل في البيزيوم، يعني على سبيل المثال في بعض الاحيان ممكن تكون في عندك missing values، او ممكن انه انت تصدف انه انت عندك value معين تكون probability تبعتها صفر، ولما تكون احنا عملناها independent وهي حاصل ضرب حيتصفر حتتصفر الدنيا كلها تمام. فبالتالي ايش بروح بسوي؟ بعمل لابلاس كوركشن. ايش اللابلاس كوركشن؟ لابلاس كوركشن انه انا بعمل اضافه للبيانات للكاونت، انا عندي برجع للفريكوانسي تيبل هنا تمام، بروح بضيف واحد للكل، فبالتالي الصفر اللي هنا تمام ببطل صفر بصير واحد، وما دام انت ضفت للكل يبقى خلاص ما فيش مشاكل. فبالتالي اللي كان صفر بدل ما هو يصفر لي الدنيا كلها بيصير واحد على رقم كبير، فبالتالي بيكون رقم ضئيل جدا فما بيصفر لي الحسابات. في عدة طرق انه انت تعمل correction، احداها لبلاس correction، بس انت عشان تكون انت عارف انه انت عندك في التول حتلاقي انه انت عندك اشياء كتيرة ممكن انه انت باراميترز كتيرة ممكن انه انت تستخدمه. طيب المشكلة الثانية انه اذا كانت انا عندي الاتريبيوت انيوميريك شو بستخدم عشان احسب البروبابيليتي؟ افترض انه درجة الحرارة عبارة عن نمبر مش هاي ولو ميديا، فبالتالي بروح بستخدم البروبابيليتي دينسيتي فانكشن بي دي اف، مش بلف البي دي اف، مش البورتابل دوكيومنت فورمات، البروبابيليتي دينسيتي فانكشن. ايش البروبابيليتي دنسيتي فانكشن؟ يعني في النورمال ديستريبيوشن عشان تحسب البروبابيليتي بدك تستخدم معادله النورمال ديستريبيوشن، توزيع الاحصائي الطبيعي، لانه انت بتعرف انه كل توزيع احصائي فيه له معادله ممكن انا استخدمها في حساب البي دي اف تمام. النورمال ديستريبيوشن ايش البارامترز تبعته؟ المين اللي هو المتوسط هو عبارة عن مجموعة القيم على عددها. الستاندرد ديفيشن تمام هاي المعادلة تبعته، قديش انحراف القيم عن المتوسط بربع summation وبقسم على n minus 1 تمام. معادلة النورمال ديستريبيوشن هي
معتمدة على المين والستاندرد ديفيشن، هايها الميو والسيجما، الميو والسيجما. فبالتالي الاف اكس ك probability density function بتساوي 1 على تحت الجذر 2 باي سيجما مضروبة في E اللي هي الX ناقص ميو تربيع على 2 سيجما سكوير. هذه معادلة النورمال ديستريبيوشن. معنى ذلك انه انت، لنفترض انه انا عندي 2 attributes هدول، او عفوا الاتريبيوت هذا اللي هو الهيوميديتي، تمام؟ بجيب القيم لما كانت يس والقيم لما كانت نو، فبطلع انا عندي مين هنا ومين هنا وستاندرد ديفيشن هنا وستاندرد ديفيشن هنا، تمام؟ فافترض انه درجه الحراره كانت هنا بدل ما كانت هاي كانت 74، 74 كفهرنهايت طبعا بطبيعه الحال، فبطلع انه شو احتمال البروبابيلتي انه الهيوميديتي بتساوي 74 جيفن انه البلاي بتساوي يس. بعوض في المعادلة، يفترض انه يكون في عندي المين والستاندرد ديفيشن، بدخلهم بعوض فيهم بيطلع انا عندي 0.03، وهنا النو بيطلع انا عندي 0.01، تمام؟ فمين اعلى؟ انا عندي اليس هي الاعلى، البروبابيليتي تبعتها اعلى. هذا كان، هذا لو كان توزيع البيانات نورمال. لو ما كانش توزيع البيانات نورمال بدك تستخدم، في عندك توزيعات إحصائية بدك تستخدم لكل توزيع إحصائي المعادلة تبعته. في عندك البويسون ديستريبيوشن، هاي النورمال ديستريبيوشن لسه اوريدي شفناها قبل شوية، تمام؟ في عندك اليونيفورم ديستريبيوشن، وفي عندك الإكسبونينشال، وعندك الباينوميال ديستريبيوشن، تمام؟ فكل واحد فيه له معادلة فأنت بتستخدمها في البروبابيليتي، اللي هي حاجات احنا هنا في الكاتيجوريكال كيف حسبنا probability من خلال frequency table. لكل كاتيجوري حسبنا انه اكم مرة يس واكم مرة نو. في درجة الحرارة، درجة الحرارة continuous، بنفعش درجة الحرارة 21 22 23، بنفعش انه انت تعمل، يعني حتطلع انت عندك frequency table huge، بنفعش، تمام؟ فبالتالي ايش بروح بسوي؟ بس بروح للفاريبل هذا بحسب البروبابيليتي تبعته استنادا باستخدام البي دي اف، البروبابيليتي دنسيتي فانكشن، مش بناء على الفريكوانسي تيبل. مش بناء على الفريكوانسي تيبل، كيف يعني إعادة تكرار الرقم؟ لا، البروبابيليتي مش إنه أنت بتحسبها إنه كم مرة تكرر على عدد السجلات. بدك تستخدم، بدك تعوض في معادلة البي دي اف تبعك. وهنا على فرض انه احنا هنا في المثال هذا افترضنا انه هي normal distribution، فبالتالي عوضنا في هذه المعادلة مباشرة اللي بيكون فيه لها متوسط وانحراف معياري. فبالتالي هنا في النورمال انه هاي البيانات انا عندي، يعني شوف هنا في الياس اللي انا عملته هنا، بس فصلت انا عندي القيم لا يس و نو، الهيوميديتي لا يس و نو، وحسبت المتوسط للياس والمتوسط للنو والستاندرد ديفيشن للياس والستاندرد ديفيشن للنو، لانه انت محتاج انه انت تعمل بريدكشن لكلاس ليبل، والكلاس ليبل انت عندك يس ونو، فبالتالي انت محتاج انه انت تفصلهم. فبالتالي لو بدك تحسب انه شو احتمال انه الهيوميديتي جيفن بلاي بتساوي يس، بتحسبها بتعوض في معادله النورمال ديستريبيوشن، والبلاي بتساوي نو بتعوض في معادله النورمال ديستريبيوشن. طبعا هنا في اليس بتساوي نو، انت ايش بتعتاز في معادله النورمال ديستريبيوشن؟ المين والستاندرد ديفيشن، هدول الاثنين، هدول التو باراميترز. فاي مين حتستخدم؟ حتستخدم المين تبع اليس، وحتستخدم ستاندرد ديفيشن تبع اليس هنا. اما هنا حتستخدم مين مختلف وستاندرد ديفيشن مختلف، اللي هو المين تبع النو والستاندرد ديفيشن تبع النو، هدول.
تمام. اوكي. distribution يعني رقم بشكل distribution توزيع. ايش يعني distribution اكثر من شكل؟ يعني كيف بعدين معادلات بعدين اي معادله اصلا بدها حكيت البيانات، البيانات مش كل البيانات بتخضع للتوزيع الطبيعي. يعني مثلا على سبيل المثال أطوال البشر بتخضع للتوزيع الطبيعي، ليش لا؟ أنت في عندك فئة، يعني ممكن يكون زايح هيك شوية، تمام؟ أنت في عندك فئة قصيرة إنه فئة قليلة إنه الطول تبعها قصير، وفي عندك فئة قليلة الطول تبعها طويل، إنه هي تعتبر إنه هي طويلة، والمتوسط بين كذا وبين كذا، تمام؟ أنا قرأت معلومة إنه إذا كان أنت طولك فوق 1.80 متر معنى ذلك إنه أنت أطول من 95% من البشر اللي موجودين على الكوكب كله، تمام؟ فال1.80 متر يعتبر طويل. ما انا بقول لك انه هو ممكن يكون زايح هيك شوية، او عفوا هيك شوية، يعني لو انت بدك تعمل الكيرف انت عندك زي هيك، تمام؟ كيف؟ هو الجاوشة، هو الجاوشة صحيح. يعني على الكلام هذا اللي احنا حكيناه، تمام، انت عندك هنا الطول بالسنتيمتر مثلا على سبيل المثال، هاي انت عندك متر، تمام، وهي انت عندك هنا على سبيل المثال مترين، وهي انت عندك اقصر واحد ادلت. احنا بنحكي على الادلت، على البالغين قديش ممكن يكون؟ 0.6، تمام. فهجيت التوزيع الطبيعي معنى ذلك انه اغلب البشر الاطوال تبعتهم قديش؟ 160 تقريبا، 100 و 160، خلينا نقول 160، اي 1.6، تمام. فبالتالي انه المتوسط لو كان زي هيك فممكن يكون النورمال ديستريبيوشن انت عندك زي هيك بهذا الشكل، هذا نورمال ديستريبيوشن مش متماثل. اي نعم، النورمال ديستريبيوشن البيرفكت بيكون متماثل زي هيك، او مش عارف، انا مش عارف اضبط الرسمة، او خليني اعملها بالعكس. يعني نوعا ما هذا نورمال ديستريبيوشن، يعني بيرفكت نوعا ما. علامات الطلاب برضو تعتبر نورمال، انت في عندك قلة من الطلاب انه هم مش مركزين، مش شو اسمه، فبالتالي انه بتكون علاماتهم متدنية، والاغلب علاماتهم جيد جدا، وفي عندك قلة قليلة متميزين علاماتهم في الامتياز مثلا، تمام. اذا كان معظم الطلاب جايبين امتياز معنى ذلك انه يا اما في خلل في التقييم، يا اما الامتحان سهل كتير، واذا كانوا كل الطلاب راسبين معنى ذلك انه في مشكلة في المدرس، صح؟ فهي معنات انه التوزيع الطبيعي بيانات انه انت بتتركز حوالين المركز، هذا هو التوزيع الطبيعي. التوزيعات الثانية حسب شكل البيانات، حسب طريقة، يعني حسب طبيعة البيانات. كل بيانات ممكن انه هي بتتبع توزيع ثاني، يعني مثلا على سبيل المثال نفترض انه في كثير من البيانات على فكرة يعني بتخضع للتوزيع الطبيعي، لكن في بيانات ثانية بتخضعش للتوزيع الطبيعي. ممكن انت في عندك توزيع بيكون اكسبوننشال بهذا الشكل، تمام، او ممكن يكون بهذا الشكل انه بيبقى زي هيك زي هيك زي هيك، وعند نقطة معينة بتلاقيه انه بشبط فوق بشكل كتير كبير. ممكن بالضبط. فانت يعني على حسب طبيعة البيانات، فايش النقطة اللي بدك ترجع لها؟ اللابلاس. حكيت مشكلة اللابلاس، المشكلة انه هذه probability، في عندك احتمال انه لنفترض انه
السنة هذه ما إجاش مطر، شو الـ probability تبعت الرين؟ آه، شو الـ probability تبعت الرين؟ صفر. إحنا إيش بنسوي؟ كيف بنحسب الـ probability تبعت الرين؟ بنعد عدد الأيام اللي كان فيها مطر على كل الأيام. كان صفر يوم، فبالتالي الـ probability صفر. لو أنا بدي أستخدمها أنا عندي في الحسابات وبدي اخذ بعين الاعتبار الويند، بغض النظر شو كانت قيمه الويند وبغض النظر شو كانت قيمه الرطوبه، ما دام في عندك probability صفر حتصفر لك الترم كله، لانه هو عباره عن زي ما انت شايف هنا عباره عن حاصل ضرب. طلع معايا وين حاصل الضرب؟ هذا الترم ضرب هذا الترم ضرب هذا الترم ضرب هذا الترم. هلقيت لو واحد منهم كان صفر حيتصفر كله الباقي. تمام؟ فكيف بدنا نتخلص من هذه المشكلة؟ إذا أنت بتزود نفس القيمة لجميع الأطراف معنى ذلك إنه أنت ما لعبتش في البيع. لو أنت زودت بس لمتغير معين واحد أو قيمة معينة بدون الآخرين أنت هيك بتلعب في البيع. لكن إنه أنت تزود للفريكوانسي تيبل لكل القيم وحايد، معنى ذلك إنه أنت ما أثرت على البروبابيلتي هي نفسها. التكرارات انه بدل ما كان الفريكوانسي صفر صار واحد، وهداك بدل ما كان ثلاثة صار أربعة. فأنت ما لعبت وما أثرت أنت عندك على قيم البروبابيليتي، هي كلها نفسها نفس راح تطلع عندك نفس الاحتمالات، وفي نفس الوقت تخلصت من مشكلة الصفر. في ناس بيضيفوش صفر، إيش بيسووا؟ بروحوا بيضيفوا قيمة ثانية، مثلا على سبيل المثال بروحوا يعني بيضيفوا مثلا يعني طريقة معينة تانية. انه في يعني احنا اللي بيهمنا هنا انه بس انه احنا نعرف انه في طريقة عشان نتخلص من الصفر واسمها لابلاس، وفي طرق تانية وبس، يعني هاي المطلوب حاليا. تمام؟ هذه المشاكل تبعت البيزيا. المشكلة التانية زي ما حكينا انه لما يكون في عندك نيوميريك اتريبيوتس كيف بدك تحسب probability؟ بتستخدم البي دي اف، بتستخدم البي دي اف. اوكي طبعا هذا مثال ثاني. المثال هذا انه الاوتلوك ريني، تمبريتشر كول، هيوميديتي هاي، الويند ترو. كيف بدي احسب القيمة انا عندي؟ تمام، لاحظ انه هذا هي عبارة عن حاصل ضرب. probability rainy given yes ضرب probability cool given yes probability high given yes لهاي القيم. هاي شوف طلع معي هاي عينه، وهذه الكول مرة حسبناها للياس وهنا بدنا نحسبها للنو، وهذه الهاي وهاي الويند. تمام، ضرب البروبابيليتي تبعت الياس، جيب لي هذه البروبابيليتي كلها بطلع انت عندك هذه القيمة. تمام، وهنا البروبابيليتي تبعت النو بطلع انت عندك قيم تانية، فطلع عندك هنا 0.2 وهنا 0.8. مين أكثر؟ يس ولا نو؟ فشفتوا هنا كيف فعليا البيزيان كلاسيفاير كيف بيشتغل من جوا بناء على البروبابيليتي، فبالتالي هو بيستند على البروبابيليتي عشان يعمل بريدكشن للكلاس. هاي كمان مثال على داتا سيت مختلفة. طبعا في عندي مجموعة من الاتريبيوتس اللي هي عن شو اسمه، عن في مملكة الحيوان، انه على سبيل المثال انه هذا يعني اسم الكائن. تمام، وانه هل هو بلد ولا لا، بيقدر يطير ولا لا، هل بيقدر يعيش في المية ولا لا، عنده رجلين ولا لا، فبالتالي الكلاس تبعه مامول دقيقة 100%. اه ليش يعني ملهاش، ما هو انت بدك تطبقها وتشوف انه البرفورمانس تبعها، يعني انت مش حتطلع لك 100%، يعني ممكن الاكيورسي تطلع معك 96% 97% 98 93. تمام، فبالتالي اذا كانت انه اكسبتد في الابلكيشن تبعك واي نوت، ليش تعقد حالك وتروح تبني خوارزميات معقدة
وتعمل لي ديب ليرنينج، وانت يعني الاكيوريسي تبعتها نفس الاكيوريسي تبعت البيزيان. ماله البيزيان؟ بس ما درسناش معانا ليه؟ فهنا الهيومن بلد ولا لا؟ بلد بيقدر يطير ولا لا؟ بيقدر يعيش في المية؟ عنده رجلين؟ نعم، الكائن مامول. فبالتالي هنا الكلاس انا عندي مامول ونن مامول. فهنا انت عندك لو اجا كائن جديد، الكائن هذا بلد ما بيطير، بيعيش في المية، ما عنده رجلين، فبالتالي شو الكلاس تبعه؟ تمام، الكلاس تبعه بيكون انه بناء على الحسابات هذه بيطلع مامول، ما دام انه هو بيلد زي الدولفين مثلا، انه هو بيعيش في المية وما عنده رجلين وما بيقدر يطير وبيلد. ايش يعني؟ صحيح، مش فاهم عليك. ويل هذه تحت الكات، وين الكات هاي؟ اه بس هذا نان مامول. يعني شفت ايش يعني؟ هذا ليوبورد، ليوبورد شارك، انه هو اي نعم بيلد ما بيطير، بيعيش في المية، وعنده رجلين، ولكن نان مامول. ما هي انت عندك الويل، عندك الويل يس نو يس نو، وطلع مامول. لا انت عندك هي هذا السجل، تمام، وين كمان فيها انت عندك اللي هو الدولفين، فبالتالي اثنين مقابل واحد، مش هو هذا البروبابيليتي؟ وانت كأنه انت بتقول اذا جالك كائن بيعيش في الميه وبلد وما بيطير، فبالتالي في الغالب حيكون مامول. اذا انت عندك حسب الديتا انت في عندك كائنين لهم نفس هدول المواصفات ويعتبروا مامول بناء على البروبابيليتي تبعت المامول اكثر طلعت من النن مامول، وكائن واحد، فبالتالي انه هي احتمال انه انت تصادف كائن جديد انه يكون نن مامول اقل، فبالتالي لا، انه الاحتمال انه يكون مامول قد يكون انه هو خطأ. فبالتالي انت بدك تقيس الاداء بطبيعة الحال على الداتا سيت تبعتك وتشوف كيف الاداء تبعهم في حال كان ايش؟ انت على بدك تطلع على المتريكس، او اذا كانت المتريكس انت راضي عنها خلاص، مش راضي عنها ساعتها انه انت ممكن على سبيل المثال تعمل ترانسفورميشن للديتا، او تزود فيتشرز اضافيه، او تزود البيانات نفسها، لانه ممكن تكون البيانات هذه مش ريبريزنتيتيف. يعني احنا بنينا البروبابيليستيك موديل بناء على الديتا، انت جايب لي ثلاث كائنات او 14 كائن، بس في كائنات كثيره، جيب لي كل الكائنات وعلى اساسه بروح بقول لك انه والله وزود لي فيتشرز ثانيه، انه زي هيك. يعني ممكن نحن نضيف فيتشر على سبيل المثال انه الشارك، يعني انت عندك ايش اللي بيجمع بين الويل بين الحوت والدولفين؟ بتنفسوا، صح؟ بتنفسوا. لكن انت عندك الشارك، هل هو بيتنفس هواء طبيعي؟ لا، ممكن انه انت تضيف الفيتشر هذه مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انه بتكون كل الكائنات اللي بتعيش في المية وبتتنفس، فبتكون انه هي عبارة عن ثدييات تلد. اوكي، نعم. هل بيشوف لك وزن؟
ليش مش فريكونسي؟ الفيتشرز ايش يعني مش فريكونسي؟ الفيتشرز مش يعني يس نو. طيب مش بتعمل كاونت مره لليس ومره للنو؟ الفريكونسي 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 تيبل هنا ايش راح يكون؟ يعني انت ايش حتعمل هنا؟ يعني انت لما بدك تيجي تحسب الفريكونسي تيبل هو راح يكون عبارة عن انه انت احنا الفيتشر هذا ايش اسمه؟ الفيتشر هذا give birth. تمام؟ هذا في له قيمتين yes or no صح؟ هنا انت ايش بدك تحسب؟ بدك تحسب انه هنا لما يكون مامول وهنا لما يكون نان مامول. تمام؟ تحسب هذه الفريكوانسي، مش بتطلع فريكوانسي بغض النظر شو كانت الكاتيجوري، كانت اوفركاست ولا صني ولا ريني ولا كانت يس ولا نو. فبالتالي انت بتروح بتحسب هنا كم مره كان انت عندك يس ومامول، وكم مره كان يس ونن مامول، فبالتالي انت بتطلعهم زي هيك زي ما عملنا فريكوانسي تيبل هاد بالضبط. وين الفريكوانسي تيبل؟ هذا. هذا مثلا زي هيك بهذا الشكل. وهنا على عدد السجلات. هنا على عدد السجلات انا بتعامل البروبابيليستيك موديل، انا ببنيه بناء على الداتا سيت اللي موجوده عندي. هذا هو الوورد. ما هو بتصير بيكون في انت عندك خلل في الداتا سيت من الاساس، انه انت ليش انه انت مثلا ممكن ابني هذا الموديل على اساس انه مثلا توفر 2 او 3 فيتشرز في الكائن هذا يحكم بان هذا هو مبني ولا لا، انه كان فيتشر في الموديل بس على فريكونسي بحسها مش منطقية. يعني اي فكرة يعني؟ كمان مرة السؤال. يعني مثلا ممكن ابني على اساس انه توفر 2 او 3 فيتشرز في الكائن هذا بيحكم لي مثلا هل هو مامل او لا، توفر مثلا على الاقل 2 من 3 فيتشرز. لكن المثال اللي قبله كان بناء على فريكونسي عدد الايام. ما هنا انت برضه بتحسب على فريكونسي. انت سيبك من اسم الحيوان هنا، انت احسب انه الاتريبيوتس الفيتشرز تبعتك هاي لما اجى في التيست هنا ادالك اسم حيوان، ادالك انه الكائن هذا بلد ولا لا، بيطير ولا لا، عنده بيعيش في الميه ولا لا، عنده رجلين ولا لا. تمام؟ فبالتالي انه بتقدر تحسب فريكوينسي لهدول الفيتشرز بناء على عدد السجلات اللي او عدد الكائنات اللي موجوده عندك في كل في الداتا سيت تبعتك، في الداتا بيس تبعتك. كيف؟ صحيح صحيح، بس كيف؟ هي مش مبينه. صحيح، انا بس اديت مثال ثاني على بشكل سريع انه مجرد على داتا سيت ثانيه انه ما عملنا الفريكوانسي تيبل يعني بالتدريج، بس انت بتحسب الفريكوانسي تيبل بناء على عدد السجلات. يعني انت هنا عند كم سجل عندك؟ 1 2 3 4 افترض انه هم 17 سجل او 20 سجل. تمام؟ هنا في الجيف بيرث انت عندك يس ونو، كم مره كان من ال 20 يس وكم مره كان من ال 20 نو؟ تقدر تحسب الفريكوانسي ولا لا؟ بقدر، بس الفكره هاي مش منطقيه. ليش مش وين المش منطق في الموضوع؟ اين اللامنطق؟ النظره هنا مش على تقرب الحاد فيتشرز، النظره هنا على الفيتشرز نفسها يكون لها قيمه. حاد بيس تلتها كذا وحاد بيس تلتها كذا. ما هو احنا كلها مثلا كام؟ احنا مثلا لو الداتا
ما انا ما قلت طبعا لك كده من انا الاساس، ما انا ما قلت لك من الاساس ازاي انت بدك تبني بروبابيليستيك موديل بناء على يعني داتا سيت معينه. الداتا سيت هذه لازم تكون ريبريزنتيتيف، اذا مش ريبريزنتيتيف انت جايب لي كل الكائنات هي عباره عن قطط وفئران، فبالتالي وبدك انه انت تعمم هذا الكلام كله على كل مملكه الحيوان، لا مش منطق. انا معك، لكن اذا انت جبت داتا سيت ريبريزنتيتيف انت عندك لمملكة الحيوان والعدد السجلات فيها كافي، تمام، تقدر انه انت تبني على الفريكوانسيز تبعتها وعلى يعني على البروبابيليتي تبعتها، تقدر، لانه البروبابيليتي هي بتعكس الواقع. البروبابيليتي تبع الداتا سيت فعلا انه هي بتمثل الورد عندك او البوبيوليشن عندك، البروبابيليتي هذه واقعية ومنطقية. مش كيف يعني على توفر الفيتشر؟ ايش بتقصد بالفيتشر؟ فيتشر تقصد أعمدة ولا سجلات؟ طيب انت قصدك انه انت معترض على هذا المثال تحديدا؟ ماشي اوكي انا معاك، مش قادر كيف افهم كيف مثلا انه الفريكوانسي تكرار فيتشر معين بيأثر في يعني من ناحية منطقية بيأثر في حكم تصنيف حيوان معين حتى لا 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 الفريكوانسي. يعني حتى هنا للويذر داتا سيت، نرجع هنا انت عندك 14 سجل فقط بدك تبني عليهم بروبابيليستيك اوكي انا بنيت بناء على مثلا 14 يوم او الحاله الجويه 14 يوم بناء على وبعد هيك بنيت تنبؤي لمثلا 14 شهر قدام. لا لا لا، الأمثلة هذه اللي أنا بعطيها بس يعني بناخذها أمثلة خفيفة بس عشان نشوف كيف نعمل الحسابات، لكن هو فعليا ليس من الحكمة إنه أنت تبني على موديل تم بناؤه على عدد سجلات تعد بالعشرات، ليس من الحكمة على الإطلاق، لا تمثل الواقع. لكن هنا الأمثلة هذه بس مجرد إنه إحنا نعطيها عشان إنه نورجي كيف إنه إحنا بتصير الحسابات عندنا فقط لا أكثر ولا أقل. يعني حتى الويذر داتا سيت تبعت البلاي جولف لا تعتبر إنه هي يعني إنه إحنا ممكن إنه إحنا يعني نستند على الموديل هذا في البلاي جولف أو لا، يعني لا يمكن على الإطلاق. وأنا معك في هذا الإشي، تمام. طيب